مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. رح أجاوب على الأسئلة اللي طلبتوني أجاوبها من بعد الفيديو تبع التخلص من الملابس. كتير إجتني أسئلة بتخص مش بس الملابس، بتخص كمان أغراض بالبيت. حضروا أنتوا أسئلتكم قبل ما أجاوب على كم سؤال إجاني. هلأ بالنسبة للأشخاص اللي already قالوا لي إنهم عطوا ملابس already وخلصوا، ممكن تحطوا نية إنه الملابس اللي عطتوها تقطعوا الأحبال بينك وبينها، تتخيلوا الملابس في مكان وتبدأوا بإرسال النور عليه مدة دقيقتين لحد ما تحسوا إنه طاقتكم طلعت منها، هاي لأنه already أنتوا أعطيتوا. أوكي، نيجي في واحدة سألتني هبة، أنا أخذت مراية مستعملة. هلأ أنا بدي أحكي لكم على المرايات. المرايات بالعادة طاقتها دائما مصاحبة للأشخاص. يعني إيش؟ يعني المراية أنا لما بتطلع فيها، المراية فيها عوالم كتير، فيها طاقات إحنا ممكن ما نكون عارفينها، فيها أسرار كتير. في ناس حتى بتستخدم المرايات لأمور كتيرة، بتخزن طاقة كتير كبيرة. أي حديث صار بينك وبين نفسك في المراية موجود مخزن. فعشان ننظف الطاقة محتاجين منا إنه إحنا نشتغل على أول إشي تتنظف بمي وملح، تتبخر، بس استيل بتضلها حاملة، حاملة من هاي الطاقة. فلها تكنيك كتير طويل، لكن اللي هلا انت بتقدر تسويه تمسحيها بمي وملح مدة 3 أيام وبعدين تنظفي تبخريها وتحطي نوايا عليها. زي ما قلت لكم المراية بتاخد. جاية احكي عن الطاقة، اذا مش عاجبك الكلام حبيبتي فيك تطلعي. اوكي، المهم اللي كنت بدي احكيه على موضوع، خلصنا من موضوع المراية، نيجي لقصة السؤال اللي إجاني إنه أنا باخد ملابس من خواتي. اللي بتاخد ملابس من خواتها already، اللي بتاخد ملابس من خواتها كمان، أنا ما بنصح في هذا الإشي أبدا إنه إحنا نبتدي ناخد من الناس ملابس، أو إنه إحنا نحاول نبدل الطاقة بيننا وبينهم، لأنه كتير بنتأثر. فأنا بس بدي أجاوب على الأسئلة اللي إجتني. شو كمان قولي لي هلأ بالنسبة للأشخاص اللي حطوا أسئلتهم من قبل؟ يعني أنا مش معي التليفون الثاني هلأ، فممكن تحطوا الأسئلة اللي أنتوا بدكم تسألوها. نفس الطريقة اللي حكيتها على انك تجيبي مراية جديدة ممكن تستخدميها. شنط، محافظ، ملابس، اغراض شخصية، من اكسسوارز، من اثاث في البيت، كل اشي معني بهذا الموضوع. مهم انه احنا ننظف طاقته بالطريقة اللي حكيت فيها عن في الفيديو. يعني ما بحس انه الميك اب ممكن احنا نعطيه لناس، يعني ما بعرف، يعني هاي شغلات كتير شخصيه، ما بعرف، يعني بحس انه ما بتنعطى. فيك اللي مش شايف الفيديو ما عنده اسئله يرجع يشوف الفيديو، موجود في قناتي بالانستغرام باليوتيوب. انا بس بدي اجاوب الاشخاص اللي كان عندهم اسئله. اي وحده عندها ملابس طلعت من عندها ممكن انها تتخيل نور، اوريدي طلعوا الاغراض، تتخيلي نور مدة دقيقتين وتشيلي طاقتك منهم، او تقطع الاحبال بينك وبين الاغراض تبعتك، لانه احنا في اتصال بيننا
وبين مش راح اعيد القصه من الاول. اللي كان حاضر وبده بده اجاوب له الاسئله، انا فاتحه لايف عشان اجاوب على الاسئله مش عشان اعيد الموضوع اللي انا سجلته من قبل. بالنسبه ل للي بيشتروا، خلينا نجاوب على البنت اللي قالت بتشتري اثاث مستعمل. هلا حكينا عن المرايه، بالنسبه للاثاث المستعمل اذا كان مثلا فرشات اشياء فيها قماش، مهم اترك عليها الملح فترة 7 ايام. اما اذا خشب او حديد او مواد زي مثلا الومنيوم، هاي الشغلات بنبخرها، واذا خشب خزانات بنرمي فيها ملح وبنتركه شوي، بعدين بنحط المبخرة جوا وبنخليها تتدخن كلها بالدخان بحيث انه يملى الاماكن، وبنحط نية التنظيف. كمان بالنسبة للموبايلات نفس الشيء، موبايلات مهم انه نحط عليه نوايا، نحط عليه مثلا بوستس معينة ممكن يكون فيها رموز للتنظيف. يعني انتوا بتقدروا تستعملوا في هذا، يعني موبايل، ايباد، كمبيوتر، كل هاي الشغلات مهم انها تتنظف. لانه برجع بقولكم طاقة الاشخاص حتى لو كانت عالية بس في مشاعر منخفضة عند بعض الناس، هاي المشاعر ممكن تأثر تأثير سلبي عليك وانت مش عارف شو سبب هاي المشاعر اللي بتجي لك. فكل شيء لمسه شخص اخر يحمل طاقة هذا الشخص ومشاعره وافكاره. وقلنا قبل هيك حتى الأغراض من السوبر ماركت أول ما توصل على البيت، حتى يفضل قبل ما تدخلوها باب البيت نتخيل النور ملأها. الأثاث الجديد كذلك نتخيل النور ملأه ونحط عليه نوايا جديدة. مش شرط حتى القديم، يعني كل إشي بدخل بيتك مسكه غيرك في طاقة من طاقتك. أكتر إشي بيحمل قلت لكم طاقة المي والرز، من أكتر الأشياء اللي بتحمل طاقة. فحاولوا دائما تجددوا نواياكم على أشياءكم، على أغراضكم، على إشي أنتوا بتدخلوه جديد، بيت جديد، شغل جديد، دائما علوا طاقة الشيء. قلت أنا اليوم في لايف طاقة نوفمبر إنه طاقة هذا الشهر نارية، عشان أفعل هاي الطاقة في جسمي مهم إني أروح وألجأ للألوان الأورنج وألوان الأحمر. التجذر هذا الشهر كتير قوي، أي شيء جديد حابب تدخله بيتك حاول دائما تملأه بطاقة النور. تتصل فيه زي ما بقولكم، التجذر هذا الشهر جدا مهم. كمان بالنسبة للعلاقات هذا الشهر ستغلق الدوائر. يعني أنا عندي علاقة كانت مهملة أو كان في خلاف بيني وبين هذا الشخص، العلاقة مهم جدا إنها أو حتنتهي، إما لصالحي أو حيروح الشخص من حياتي. يعني يا إما حتكملوا بخير يا إما حيمشي بسلام هذا الشخص. فالعلاقات ستغلق فيها دوائر كتير، أشخاص كتير رح تظهر من الماضي هذا الشهر، هدول الأشخاص رح يسكروا أشياء مفتوحة كانت وما إلها معنى وحيغلقوها. في مبالغ مالية عن ناس كتير رح تيجي، ترقيات رح تيجي عن ناس كتير، لكن المبالغ المالية بدكم تنتبهوا كيف توظفوها، لأنه قد ما في دخل كمان في طاقة صرف. النقطة الثانية كمان اللي حكيت فيها إنه حاولوا تتصلوا بالطاقة العالية هذا الشهر. أي حاجة حاسس إنها معطلة طاقتك، أي إشي جبته بيتك حسيت إنه عطل طاقتك، أو جبته بيتك وحسيت إنه من بعد ما جبته بعض الأمور بدأت تتعلق عندك، مهم إنك تنظف طاقته. حافظ على طاقتك هذا الشهر، حاول تمارس التمارين التأملات، لأنه هذا الشهر الأشخاص اللي بتمارس التمارين والتأملات رح يصير عندها أبجريد عالي على مستوى الروح. التجليات جدا قوية هذا الشهر، وقلت لكم هو الشهر اللي أنا بعتبره ريورد ل2022. طاقة الأنوثة فيه جدا عالية، فاستفيدوا منه وحاولوا أنكم تتابعوا
الطاقة اليومية اللي رح تصير تنزل على يوتيوب قبل بيوم عشان تستفيدوا منها. بدي هلأ الأسئلة للأشخاص اللي حابين يستفسروا عن الفيديو تبع تبع طاقة الملابس. إذا في أسئلة يا ريت تحطوها، ما في أسئلة خبروني عشان أسكر اللايف. محطوط أكاونتي بالصفحة عندي هنا، بتقدر تدخلي على الستوري محطوط، وفي موجود كمان على منزلها اليوم. اليوم الأكاونت اليوم نزلت في الستوري. مساء النور. في أي سؤال؟ حكيت عن تنظيف الموبايل، لما أخلص اللايف فيك تشوفيه. في أي سؤال من الأشخاص اللي كانوا حاطين أسئلتهم؟ برضو الفيديو بالشرح كامل موجود في صفحتي بالإنستغرام، بالنسبة للي بدها تعطي ملابس لشخص محتاج. في أي سؤال حابين تسألوه؟ وين الأشخاص اللي كانت بعت أسئلتها؟ بتسأل بتقول قديش مدة التخلص من ملابس إلها صار لها مدة مش لبساها؟ نفس الإشي، 7 أيام بنحط ملح فيهم وبعديها بنغسلهم. وزي ما لو ملابس عندها من أشخاص تانيين، أنا بس لأني بطلع بروح بشوف الأسئلة اللي محطوطة عندي مسيبة. السؤال بيقول إذا هي عندها ملابس قديمة مخداهم واستخدمتهم من أشخاص تانيين، كمان بتعيد التكنيك نفسه وكأنك جايباهم لسه اليوم، عرفتي؟ قلنا على الموبايل، قلنا على الملابس، قلنا على الأغراض. السيارة كذلك نفس الإشي، بنبخرها وبنرمي فيها ملح. المكتب كمان نفس الإشي. يعني شوفوا أنتوا التكنيك اللي بتستخدموه على الملابس نفسه فيكم تستخدموه على الأماكن أو الأشياء الكبيرة، يعني إن كان مثلا سيارة، إن كان مكتب، إن كان بيت. كيف أهلي طاقة بيتي؟ مش فاهم عليك. نفس الإشي زي ما قلت لكم على الأشياء الكبيرة. الأشياء الصغيرة نفس الحاجة، لو عندي ملابس ما لبستها جديدة عدت في خزانتك وقررت أعطيها نفس الطريقة استعمليها، يعني تحسبا تكون مثلا. لأنه شوفوا أنتوا بدكم تعرفوا شغلة، الإشي بس دخل طاق بيتكم، دخل طاقتكم، دخل حقلكم، الحقل الطاقي. أي شيء أنا موجود عندي مرتبط معايا طاقيا وبأحبال طاقية، وأكيد استيها أو جربتيها لو مرة، المهم فطاقتك دخلت فيها، فأنت تحسبا حطي نفس، اعملي نفس السيستم. تنظيف طاقة المحفظة، لا بس مش اليوم راح أتكلم عليها المحفظة، بلايف تاني. في أي سؤال؟ وين الناس اللي بدها تسألوا؟ قالوا لي ابعتوا، ابعتي اعملي لايف للاستفسارات. ما في أي سؤال بخص الفيديو؟ برج العقرب هذا الشهر شهره يبتدي، يعني الطاقة لشهر 11 عالية للكل صراحة، مش بس لبرج العقرب، الكل ممكن يستفيد منها هاي الطاقة. فابتدوا انكم ترتبوا افكاركم وتدخلوا في الموضوع اللي بدكم اياه، كان بزنس، ان كان علاقات، ان كان وات ايفر. هلا الطاقه كتير منيحه لجميع الابراج مش بس لبرج العقرب، بس برج العقرب صراحه انا بقول لكم اياها الطاقه عنده بدت تصحى شويه بعد ما نامت منيح في شهر 11. كل الابراج معنيه هذا الشهر صدقوني، يعني انتم اسمعوا طاقه نوفمبر
هتعرفوا الطاقة قديش منيحة، لكن بنفس الوقت الطاقة عالية لازم انت تتحرك، انت تدور على اشي يعني بالعربي تظهر فيه، تدور على اشي قريب منك. طاقة الخمول اللي حصلت هذه بسبب شهر عشرة. او عندي صوفة مستخدمة من اهلي، ممكن احط الملح بكيس لمدة كيف بكيس يعني؟ لا ما بتحطي ملح بكيس، بترمي عليها ملح. برج الحمل هذا الشهر مناسب لقص في شعري؟ لا مش الشهر كامل، لا في اوقات لقص الشعر وحكيت عنها، كانت قبل كم من يوم، يوم 25 قلت لكم اللي بدي قص شعره كان قص. اللي ما سمع التكنيك بيقدر يشوف الفيديو، ما راح اعيده. شو الريتشوال ممكن نعمله؟ انا قلت لكم هذا للي حكيت معاهم ارجعوا لطاقة نوفمبر، لانه حكيت فيها وحطينا نية للشهر، فبفيدكم بفيدكم. روحوا على الفيديو باليوتيوب. الريتشوال اللي ممكن تسويه، انا بطلت احكي عن ريتشوالز، والله عقلي بقولي ارجع احكي، لانه صراحة كتير عندي المتابعين، مش ذنب الناس اللي بتتابع وبتحب وبتستفيد انها ما تستفيد عشان شوية أشخاص بس حابين يتفلسفوا. فممكن نعمل ريتشوال. شو في أسئلة حابين تسألوها؟ بس أنا بقولكم استفيدوا عن جد من الطاقة، حاولوا تتابعوا طاقة اليوم، رح تصير فيديو يومي ينزل على يوتيوب، ما رح اخليها على انستغرام. انتابع حبيبتي دائما معك على الخط. حبيبتي هبه الله يسعدك، مو مقصره معي. شكرا زينه، ان شاء الله بنزل لكم ريتشوال لشهر اوكي 11. بدي اقول لكم شغله، قلت لكم طاقه الانوثه كثير عاليه هذا الشهر، في ناس كثير رح تفكر توازن طاقتها، في ناس كثير رح تفكر ترفع من طاقتها هذا الشهر. زائد فعلوا طاقه النار عندكم، طاقة النار الشهر هذا كتير مهمة في ركن الشهرة، كتير مهمة. زي ما قلت لكم طاقة نوفمبر هي طاقة تراب مع نار، لكن النار أعلى، عرفتوا؟ فعشان هيك بقول لكم خلوا ألوان اللي بتلبسوها هذا الشهر بين الأصفر والأحمر، أورنج، هاي الألوان، عرفتوا؟ لو حسيت طاقتك منخفضة هذا الشهر على طول روح البس إشي لونه أحمر عشان ترفع طاقتك. زائد حاولوا أنه تضيفوا شيء أحمر في منازلكم، تشغلوا شموع يومي في منازلكم، في المكتب حست الطاقة هادية حط اللون الأحمر. هذا الشهر لون الأحمر هو لون الوفرة، حاولوا تستفيدوا عن جد منها هاي الطاقة. أنا بقول لكم شهر 11 هو الشهر اللي بيعوضكم كل شهور السنة. من كم يوم وذكرني نفس الشيء في اللايف. إذن هذه رسالة إليك، ففعلوا طاقة النار في بيوتكم. لو حسيتوا بمشاكل بينكم وبين الشريك فعلوا طاقة النار في بيوتكم في ركن الشهرة. حسيتوا في مشاكل بينكم وبين الشريك شغلوا شمعتين في أوضة النوم، في المكان اللي بتقعدوا فيه خلي فيه شموع. طاقة الشموع كتير مهمة شهر 11، وشهر 11 متوازن طاقيا وعالي جدا، استفيدوا منه وما تضيعوا عليكم فيديو طاقة نوفمبر. زائد زي ما قلت لكم الفيديو اليومي قبل ما تاخدوا أو تشتريوا أي إشي فكروا منيح هل أنتم محتاجينه ولا لا. قبل ما تطلعوا أي إشي من بيتكم فكروا منيح هل أنتم مش محتاجينه ولا لا. عززوا طاقة الشكر الامتنان هذا الشهر والرحمة في قلوبكم. حاولوا تفتحوا شاكرا القلب، تكونوا مستقبلين. شهر نوفمبر من الشهور اللي لو مشيتوا فيها صح صدقوني غير تستفيدوا كتير. هلأ شوفي إذا هلأ أنا مثلا من الناس اللي اوكي بتعامل مع الغرف على حسب العنصر، لكن كمان جوا الغرفة بقسمها حسب العناصر، يعني مش بس بتعامل مع، انت قسمي الغرفة حسب العناصر.
شوفي التنظيف بدأ من 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 24/10 على فكرة، بطاقة التنظيف. وإذا حضرت اللايف اللي فات أنا كنت حاكية هذا الكلام. شو كمان حابين تسألوا؟ حتى الشوي هذا الشهر طاقته حلوة، اللي بيشوا كتير حيصيروا ناس كتير يشوا، مش بس عشان الجو، بس الطاقة هلأ رح تكون متفعلة منيح. اللي بيشغلوا خشب كمان نفس الاشي، عرفتوا؟ بس الطاقة كتير كتير مهم ان احنا نفعل طاقة النار فيها. وحطوا نية انه يتفعيل طاقة النار لشهر نوفمبر، وأبرمج هذا الشهر باسم الله العزيز. احنا النية اللي حطيناها على اسم الله العزيز، لذلك روحوا شوفوا الفيديو تبع اليوتيوب. شوفي كمان أسئلة، رح أعملكم ريتشول، واللي مش عاجبه الريتشول الريتشولز ما يتبعش. في ناس بتستاهل إنها تستفيد، في ناس بتستاهل إنها تغير حياتها. في ناس كثير غيرت حياتها بسبب الريتشولز، وحست بذبذبات الحب وذبذبات المال تتغير. فاللي مش عاجبه الريتشول أنا بقولكم ما يتابعني. شو في أسئلة تانية حابين تسألوها؟ راح أحاول أكثف اللايفات. اسمي هبة أحمد إتش موجود. اللي حابب يروح على اليوتيوب، أنا حطيت بالستوري اللينك تبع الفيديو، روحوا هناك. ذكرتي استخدام محفظة باللون. مزبوط. تستخدموا، حاولوا محفظكم هذا الشهر تكون حمراء. حاولوا طاقة اللون الأحمر تتفعل منيح في بيوتكم، صدقوني حتستفيدوا. حبيبتي فاتن ونورك، فحاولوا تستفيدوا، لأني حكيت كتير بالفيديو شغلات صح، إنه almost حكيت لكم كم من شغلة هنا، بس بالفيديو أنا شارحة على لون المحفظة، حاكية، حطيت النية، فممكن أنتوا تستفيدوا، عرفتوا؟ وما بيغني من الفيديوهات اليومية اللي راح تنزل. حاولوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتشغلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزل. شو في كمان أسئلة؟ في أسئلة حابين تسألوها؟ للي بيقولوا لي ليش دائما هبة لابسة تقيل، بقول لأنه من بعد الصيام المية أنا بلشت كتير أبرد. الفيجيون؟ شو الفيجيون؟ ما بعرف. فيجيون؟ شنو الفيجيون؟ ما بعرف حبيبتي والله، ما فهمت. يمكن أنا بقرأ غلط، مش عارفة عن إيش بتحكي. العملة الصينية من وين أجيبها؟ ممكن تشتروها من الموقع من عندي. في عندي على فكرة، يمكن أنا ما كنت أحكي، بس في عندي على الويب سايت كتير شغلات. في عندي زيت المال، عندي زيت الحب، في عندي زيت القمر. هذا زيت القمر بتحطوا عليه نيتكم، وبتحطوا ممكن لأي جذب انتم بدكم اياه. في عندي احجار، في عندي العملات، في عندي كل هاي الشغلات موجودة، فيكم تطلبوا من الموقع. هي صح في اشياء احنا ضفناها بس ما عملنا لها ابجريد، بس رح ان شاء الله خلال هدول اليومين راح يجددوا شوي فيه وينزلوا البضاعة الجديدة. أي حدا بده إشي يخبر، يدخل على الويب سايت، ويب سايت في البايو. نحفظ اللايف إن شاء الله. شو في أسئلة حابين تسألوها؟ العملات الصينية هل لازم تتبدل سنويا؟ اللي وين؟ اللي بالكيور؟ ترتمي كلها زي ما هي، بترتمي بزبالة. أما اللي مش بالكيور لا، مش شرط.
يعني إذا مثلا العملات الميدالية أو اللي بالمحفظة، لا مش شرط، ما بدها أصلا، هي ما بدها تنظيف هاي العملات عشان تكونوا في الصورة، العملات ما بدها تنظيف. أقصد ما هي جلسات في جيول، ما بعرف والله، أنا حكيت عنها ما حكيت، أنا حكيت على الأكاشيك. والله أنا ما بحب الحرق، الحرق يعني كأني بعدم طاقة، ما بحب الحرق. ممكن تقصيها وترميها بس ما تحرقيها، أنا ما بحب الحرق في الملابس. رح أتكلم شوي على الأكاشيك طالما الأسئلة مش موجودة. هلأ بالنسبة لسجلات الأكاشيك، أنا قلت لكم من قبل إنها هي عبارة عن الأفكار، المشاعر اللي مرت فينا في حيوات سابقة وحتى في هذه الحياة، واللي موجودة في الأثير، وقديش إلها تأثير على حياتنا في بلوكات معينة ممكن تصير عنا إحنا مش فاهمين أساسها. أوكي؟ فالجلسة بتكون عبارة عن سكان طاقي كامل لسجلاتك الخاصة، إنه في سجلات خاصة، في سجلات عامة، في سجلات للعيلة تبعتك، فإحنا بس بنخص سجلات خاصة فيك أنت كشخص، وبعدين بنعمل هيلينج وبنتخلص من هاي البلوكات. أوكي؟ بالنسبة للكورس، فالكورس طبعا الجلسة بتكون 1-to-1 على زوم، وإذا بالمركز بتكون مختلفة طبعا، مدتها من 90 لـ120 دقيقة. بالنسبة للكورس، فالكورس هو عبارة عن 7 أيام راح ندخل فيها في عمق الأكاشيك، راح تتعلم كيف أنت تدخل على الكهف تبعك وتطلع كل التفاصيل منه وتبدله أنت. فأنا ما راح يكون إلي يد في الموضوع غير أني أنا أساعدك ووصلك للطريق. أما بالنسبة للجلسة فأنا بكون معاكم step by step. okay. هذا هو الفرق بين الجلسة والكورس. بالنسبة للكورس، حتى أي إشي جديد دخل حياتك تقدر تستخدمه كتكنيك، تمسح وتحط، وكأنك بتغير مسار حياتك. يعني أنا بقولكم سجلات الأكاشيك اللي بيدخلها مستحيل يدخلها شخص يطلع منها نفس الشخص، إذا بتدخلوها تطلع أشخاص آخرين بمسار مختلف، بانفتاح مختلف، بطاقة مختلفة. عرفتوا؟ في أي أسئلة بتخص الملابس؟ في أي أسئلة حابين تسألوها؟ برجع بقولكم فعلوا طاقة النار، فعلوا طاقة اللون الأحمر. ممكن تتواصلي على الخاص بردوا عليك إن كانت بالمركز سعر وبالأونلاين سعر تام. بس الحجوزات على فكرة لحد تاريخ 30 ما عندنا حجوزات، من بعد 30 إحنا فل قبل 30، ف30 نوفمبر، ففي اللي بده يحجز حيكون حجزه في شهر ديسمبر، بس عشان تكونوا في الصورة، لأنه صرنا فولي بوكت. فيه كتير كان في طلب صراحة على الجلسات، يعني بالنسبة للجلسات كتير طلب عليها وكتير ناس اتحمسوا لها. يعني أنا من زمان كان في فكري أني أنزل صراحة سجلات الأكاشيك، بس كنت مترددة، كنت أسويها لأشخاص معينين يعني هم معايا من قبل، بس ما بعرف هيك إجي قال لي أنه هيبا جو أهيد، والحمد لله بس نزلناها الجلسات فولي بوكت ليوم 30/11. يعني أي واحد يطلب الجلسة رح تكون بعد 30/11، وجلسات المركز كمان سعرها مختلف. شو في أسئلة حابين تسألوها؟ أي استفسار عن الجلسة عن أسعارها فيك تتواصلي خاص بردوا عليكي على الخاص.
فبقولكم استفيدوا من طاقة نوفمبر، استفيدوا من الطاقة العامة، اتصلوا بطاقة الأرض منيح، كونوا أقرب إلى أنفسكم، حاولوا تبعدوا عن المشتتات. كيف ننظف شاكرا القلب؟ شاكرا القلب بتنظفيها بالحب، بتعطي حب، بتاخدي حب، بتعزز الرحمة، التسامح في حياتك، بتزيد ذبذبة شاكرا القلب، تستشعري انفتاح شاكرا القلب في جسدك الأثيري وجسدك الفيزيائي، وبتستقبلي طاقة. في عندي كمان برنامج تنظيف شاكرات للي بحب، لسبعة أيام ولا 15 يوم، وفي جلسات للتنظيف لو حابين. فلو حابين تاخدوها ممكن تشتريوها، هذه الورش بتضلها معاكم على طول. في عندي تأملات مجانية عن شاكرا القلب في اليوتيوب، كمان ممكن تروحوا تشوفوها. شو أسئلة تانية عندكم حابين تسألوا أو تستفسروا بخصوصها؟ في أي استفسارات؟ أول لايف أكون فيه ساكتة هالقد. طيب خلينا نتكلم شوي على نقطة كيف أفعل اسم الله العزيز هذا الشهر. ما رح أحكي عن الشاكرات وعن هاي القصص، إحنا بس حكينا عن شاكرا القلب عشان شهر نوفمبر، وقلت لهم افتحوا شاكرا القلب عندكم. وعلى فكرة شهر نوفمبر كتير مهم تعززوا شاكرا الجدر وشاكرا الجنس عندكم. كنت بدي أحكي عن إشي نسيت، مش عارفة إيش كنت بدي أحكي، نسيت، راح من بالي. في أي سؤال عندكم حابين تسألوه ولا خلاص؟ أيوة، كيف نعزز اسم الله العزيز؟ دايما أول الشهر أنا كانت عندي عادة من تقريبا سنتين أو ثلاثة، إنه يوميا كان عندنا تفعيل لاسم، وأول الشهر كنا نفعل اسم للشهر كامل. فعشان أفعل اسم الله العزيز مهم إني أنا أخذ نفس شهيق وزفير وأنوي بقوة النية والمعية الإلهية بتفعيل اسم الله العزيز، وأشوف ذبذبات أو حتى الاسم وكأنه جاي في دوائر بيضة بينزل من أعلى الرأس وبيبدأ يتخلل الجسم عنا، وبحط النية أنه ذبذبة هذا الاسم ترتفع عندي طول الشهر وتملأ بيتي، هالتي، طاقتي، حقل الطاقي، شغلي مثلاً، إذا شغلك أونلاين تخيليه على الموبايل تبعك، تخيليه على صفحتك اللي أنت بتستخدميها في الشغل، ونشوف الاسم بيتذبذب وطاقته بتعلى يومياً. بجدد النية، هلأ إحنا بنحكيها أول الشهر إنه تملأ الأيام، الساعات، الدقائق، الثواني تبعت الشهر وتتعزز. بعدين بقول يومي إني أنا ببرمج اسم الله العزيز على طاقتي وطاقة بيتي، طاقة أهلي، طاقة المهم من هذا النوع. ليش؟ لأنه أنا بجدد أعد الطاقة يوميا في حياتي، وكأني بذكر طاقتي أنه أنا متبرمج على اسم الله العزيز، بحيث أنه أي طاقات منخفضة تبعد عني. وبعدين ممكن أتخيل طاقة نور حواليا بشكل يومي، طاقة نور حواليا، وبرضو ذبذبة الاسم تنتشر، أو نشوف الاسم كبير قاعد بينتشر وبيطلع نور وبيملأ الهالة تبعتنا. فأنتوا حرين بطريقة استخدامكم لبرمجة الاسم، بس مهم أنكم تربطوا في النية، لأنه العدد كبير بيكونوا ماشيين على هذه النية. أنت ماستر هيبة اللي على شو؟ تيلي موسى؟ مين تيلي؟ ما بعرف مين تيلي.
شوت لي. تليجرام يعني قصدك ولا شو تلي؟ انا بطلت انزل على التليجرام من زمان. كان عندي على التليجرام على في قناة المركز اسمها شري ينترا، وصار لي كتير مش منزلة، مش ما اسمي هبة على القناة. والله استني، شري ينترا اسمها، لا مش انا، حدا تاني يمكن. اللي حابب يحجز بطاقات، قراءة بطاقات أو سكان للحقل الطاقي الكامل أول الشهر ممكن يستفيد. اللي كنت أنا كنت مشرفة، لا لا مش أنت، مش ما كان عندي على التليجرام أي حدا ماسك غير الأسيستنت اللي معنا بالمركز. أنا مسافرة اليوم وناوية أجلس في فيرست كلاس، بس أنا حاجزة عادي، هل تفعل اسم الله إذا طاقتك تحتمل؟ Go ahead، مش غلط إن شاء الله. خلي استحقاقك عالي. ها أنا أكيد إذا مع الإماراتية. شو هذا؟ مش فاهمة الأسئلة، كأنه اللي دخلين اللايف أول مرة يدخلوا القناة أو إشي زي هيك، مش فاهمة صراحة. ما أعرف بس بعد، بس أعرف ماستر هيبة بهولندا ساكنة، لا أنا بدبي. في أي أسئلة تانية حابين تسألوها ولا خلص؟ يبقى بدي اعمل انا ريتشوال للشهر. وزي ما قلت لكم، اي حدا بده يعترض على الريتشوال ما يدخل القناه بليز. يعني بلاش احنا يعني الناس اللي بدها تستفيد خلوها تستفيد. اذا حاسس انها ما بتعنيك او مش طاقتك هذه الشغله، يفضل انه تطلع من القناة. الاسعار جدا عادية، احنا عندنا مركز في مدينة دبي الطبية، مش شغلنا اونلاين حبيبتي. الاسم اي الزواج يعني الخطوبة، ماذا تصبر، شو سبب القسمة، اي الزواج. عندنا ورشة جذب الشريك في 30 يوم ممكن تفيدك. الطقس يعني شو الريتشول؟ الطقس شيء، الطقس يعني بنجيب أدوات بنحط عليها نية وبنعمل اللي هي بسموه، مش عارفة ليش أشرح لك، هو ريتشول أو طقس بسميه. الأسعار ممكن تتواصلي على الخاص، يرسلوا لك اللينك في كل التفاصيل، ما بحكي على اللايف أسعار. شو في أسئلة تانية حبين؟ كم سعر حبيبتي؟ أي حدا حابب يستشير أو يسأل عن الأسعار ممكن ترسلوا المسج على الخاص هلأ وانتوا باللايف، ارسلوا مسج وبس أخلص بتواصلوا معك. في أي سؤال حابين تسألوه؟ فرح نعمل الريتشوال قلنا، ورح اعمل فيديو المحفظة عشان تستفيدوا منه في شهر 11. عندكم فرق؟ لا ما عندنا والله حبيبتي، بس عادي بنشتغل اونلاين. يعني احنا هلا اغلب شغلنا اونلاين مينلي. حجوزات المركز مش كل يوم عندنا. أي أسئلة تانية حابين تستفسروا عنها أو تسألوها قبل ما أطلع؟ هل ترد نرد اسم الله العزيز على كل عمل أم مجرد حطيني إياه وممكن تسبحي فيه تسبيح؟
بالنسبة للي سألوني إنه ليش إحنا تعبانين وليش طاقتنا تعب، أوكي طاقتكم تعبانة من شهر 10، ممكن تعملوا حمام مي وملح هذا الشهر، أول الشهر يعني هلأ حمام مي وملح، ممكن تحطوا رجليكم بمي وملح. هيني قاعدة بحكي على موضوع الناس المضغوطة، حاولوا تفرغوا الطاقة، ممكن تحجزوا جلسات تنظيف، ممكن تاخدوا تنظيف شكرات، ممكن تعملوا تأملات. المهم تستك في سيستم معين لكم، عشان هذا السيستم اللي حيساعدكم انكم تعملوا أبجريد للطاقة تبعتكم وتعملوا نقلة عندكم روحانية، بحيث انكم تغيروا جوانب كتير في حياتكم. فاستفيدوا عن جد من شهر 11، حرام تضيعوا عليكم هذا الشهر من غير ما تكونوا غيرتوا في حياتكم، لأنه يعني في كمية تغيير إيجابي ما حتتخيلوها. بس كونوا شبكين مع الطاقة، كونوا معايا يوميا في طاقة اليوم. رح أحكي بشكل يومي على اليوتيوب على طاقة اليوم. أي سؤال؟ يا الله أنا أخذت جلسة كانت ولا أروع، تحررتني كتير أشياء حبيبتي، شكرا لك. معاكي معاكي دايما بيرد نوت حبيبتي، أحلى أروح، شكرا لك. في أي استفسارات حابين تسألوها بخصوص الفيديو؟ لأنه خلص مش رح أرجع أحط إجابات لهذا الموضوع، لأنه كتير قلت لكم أنا مش المشكلة ما جبتش موبايلي معايا تاني عشان أقرأ. أي أسئلة أي استفسارات؟ حاولوا تبدوا التصالح مع الأشخاص هاي الفترة، حاولوا تتصالحوا مع أنفسكم، حاولوا تتصلوا بطاقة الأرض هاي الفترة. أنا مش عارفة على أي فيديو أنا إيش كان الكلام، مش عيدي لأني أنا نسيت أنا إيش بتحكي. دايما الصبح من أستيقظ أشعر بضيق كبير، غيري مكان نومك، يمكن اتجاه النوم مش ماشي مع الأكوا نمبر تبعك. عملكم ريتشوال للي بيحلموا احلام مش حلوه، اسم قناه اليوتيوب ونفسه انستغرام. هلا نزلت ستوري، الستوري حطيت فيها لينك اليوتيوب، روحي على صفحتي على الستوري بتلاقيها، اسمها هبه احمد اتش. والله نفس الاش، لا هبه احمد مش هبه ايه، تسبيح ونيه. ايوه بقولكم نظفوا طاقتكم اليوم، للي ما اللي حاسس بتعب حاسس بتقول نظفوا طاقتكم اليوم. شكرا بيردنت هاي حطت لكم اياه، هاي القناه هيك شكلها بالضبط. فاليوم بقولكم حاولوا تعملوا حمام مي وملح، حاولوا تقعدوا تحطوا رجليكم بمي وملح، ممكن تضيفوا شوي خل تفاح، حاولوا تنوي بعد كل حمام هذا الشهر وانتم بتتحمموا اني انا انظف طاقتي حقل الطاقي، وبعد ما تطلعوا من الحمام بتحطوا على اسم الله العزيز وتبرمجوا طاقتكم. اي سؤال تاني؟ ان شاء الله بشوفكم بالريتشوال، يا بسجلوا فيديو يا بعملوا لايف. بالنسبة للمحفظة رح اسوي لكم، بفضل انه لايف المحفظة، بس مش عارفة اذا حعملها على انستغرام ولا على يوتيوب. حسيت طاقة اليوتيوب مختلفة، اليوم اول يوم اعمل لايف عليه بس حسيت طاقته عن جد مختلفة، في حاجة مختلفة حبيبتي بيرد. شكرا للجميع. اي استفسارات عن الكورسات عن الجلسات؟ زي ما قلت لكم جلسة الاكاشيك المتوفرة الجلسات حاليا لشهر 12، اي حدا حابب يحجز يعمل بحسابه انها راح تكون في شهر 12 وبس. بالنسبة للي حابين يدخلوا كورس الاكاشيك حيكون تاريخ 11/11 حتكون مسجلة.
على شكل فيديوهات. فأي استفسارات أي أسئلة ممكن تبعتوا على الخاص، ممكن تستفسروا هناك، وإن شاء الله الجميع بيستفيد. وبنوي لكم شهر جدا جميل وطاقته جدا جميلة، ومهم تستفيدوا قلت لكم من الطاقة، واسمعوا الفيديو اللي نزلته. شكرا لكم، أشوفكم على خير.